أنا أهلا بيكم في قناة صحة وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهاردة يا جماعة نكمل سلسلة فيديوهات التوعية الصحية اللي ابتديناها مع بعض على القناة. الناس اللي أول مرة تشوفني القناة بتقدم مجموعة متنوعة من الفيديوهات خاصة بصفة عامة عن الصحة والتخسيس بصفة خاصة. يا ريت يا جماعة نرجع نشوف محتوى من الفيديوهات الموجودة على القناة. لو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فترة فيديو جديد خاص بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. ناس كتير يا جماعة بعد شهرة القناة في مصداقيتها عن الريفيوهات اللي بتعملها على أدوية التخسيس، ناس كتير سألتني على برنامج دايت اسمه البرو كات والأنكات، وأنا اتأخرت فعلا في عمل الريفيو عنهم لانشغالي بمتابعات الداء النشواني. لحين تواصل مريض الداء النشواني أخذت نفس البرنامج للتخسيس، وللأسف زادت عندها التصبغات الداء النشواني بطريقة غريبة. في الفيديو ده هنعرف ايه هو برنامج البرو كات اللي بيتم الدعاية عليه، والمكونات بتاعته ايه هي بالظبط، وحقيقة فعاليته للتخسيس بدون اضرار، خاصة ان الناس اللي بتخس على هذا البرنامج بيخس بسرعة وبدون حرمان. خليكم معايا ولكن بعد فاصل. ورجعناكم تاني بعد الفاصل، اهلا بيكم مره تاني في قناه صحه والتخسيس. دكتور، ايه هو برنامج البرو كات؟ البرنامج ده يا جماعه بيتم الدعايه عليه في عن طريق عيادات في مصر، انه بيعمل احساس كبير بالشبع، بيقلل عندك مقاومه الانسولين، بيبطئ لك حركه المعده، بيزود لك الحرق، وبيعتبروه برنامج بديل للتكميم علشان يتحكموا في الشهيه بشكل اكبر. يعني من الاخر هو بيعتبروه بروتوكول زي السليف والباي باس اللي هو عمليات التكميم وجراحات انقاص الوزن، لانه بيعمل على انقاص الوزن بالكامل. العيادات اللي بتروج لهذا البرنامج بتقول ان هو حل مناسب جدا لتقليل كميه الاكل، وان يقلل لك اشتهائك للسكريات، تمام، اللي هو الشوجر كريفنج. كمان بيحقق نتائج بنسبه 95% حتى على المستوى النفسي طبقا للدعايه اللي بيعملوها. في رمضان يا جماعه الناس دول كان بيتم الدعايه ان البرنامج بينظم دوره الاكل من بعد المغرب للفجر، يعني سيادتك ما تفطرش على طول وتبدا في الاكل بشكل تدريجي، ومش هتقدر تحرم نفسك من اي حاجه من الاكل من غير كمان ما تبوظ الدايت اللي انت عامله، لانك مش هتقدر تاكل اي اكل بشكل كبير، ولو اكلت مش هتقدر تكمل. طيب دكتور، البرنامج ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن حقنة يا جماعة بيدوها تحت الجلد، subcutaneous injection، قبل الاكل بنص ساعة في الصباح يا جماعة، وفي بعض الناس بتاخدها اكتر من مرة في اليوم. طيب النتائج بتاعتها ايه؟ حسب الدعاية قالوا ان النتائج بتاعتها تظهر خلال 12 اسبوع. طيب ما تيجي نشوف حقيقة البرنامج. أول حاجة أنا اتوصلت للاستفسار عن البرنامج عشان أعرف سعر التكلفة اللي بيدوها للناس لهذا البرنامج، محدش رد عليا تقريبا لمعرفتهم بالنشاط الخاص بي على السوشيال ميديا، لم أتلقى رد منهم حتى وقتنا هذا، في حين لو شخص عادي تواصل مع هذه العيادات كان زمانه مش ردوا عليه، لدى كان زمانه وصلوا له المنتج وأخذ المنتج بالفعل. طيب يا جماعة، ايه هي مكونات برنامج البرو كات؟ برنامج البرو كات بيحتوي على مادتين يا جماعة، الترزيباتايت، والمادة دي عشان ما هيتحكوش عليكم بيها، هي المادة دي موجودة في حقن مونجارو، بس عشان يحسسوك ان هم بيدوا مادة مختلفة بيذكروا اسم المادة الفعالة، ودي انا مش هتكلم عليها دلوقتي لان انا هسيب لكم لينك فيديو عنها اسفل الوصف بتاع الفيديو. انا عملت فيديو عنها كامل عن هذه المادة وكوارثها في التخسيس، لازم كل الناس تشوف الفيديو ده خاصة اللي بيفكر ياخد البرنامج، هسيبه لكم أسفل الوصف بتاع الفيديو. أما المادة التانية اللي موجودة معاه بيبتايد اسمه بيبتايد A0D9604، ده عبارة عن بيبتايد بيحرق الدهون، بيأثر إنه بيحفز الغدة النخامية عشان تعلي الحرق. الناس كلها بتعتبره ان ده هرمون او بيبتايد لحرق الدهون، بيعتبر هرمون معدل من الاحماض الأمينية زيه زي الهرمون النمو بالظبط، بيحتوي نفس الاحماض الأمينية اللي موجودة في هرمون النمو ولكن اقل بنسبة 10% من الحجم الكلي لهرمون النمو. طيب دكتور، ايه وجه الاعتراض على هذه المادة في التخسيس؟ الاعتراد على طريقة عمل هذه المادة، المادة دي بتشتغل عن طريق تحفيز وتنشيط الغدة النخامية.
طيب برضو ايه المشكلة يا دكتور؟ عشان تعرف المشكلة تعالوا نشوف مع بعض ايه هي الغدة النخامية. الغدة النخامية دي عبارة عن غدة صغيرة بيضاوية الشكل بحجم البازلاء، بتقع خلف الانف بالقرب من الجانب السفلي للمخ، يعني هي موجودة في قاعدة المخ داخل بنية عظمية بيسموها السرج التركي اللي هو سلة تركيسة، الذي يقوم بحمايتها ويسمح بتوسعها ضمن مجال ضيق. الغدة دي يا جماعة مكونة من جزئين متميزين جدا، الفص الأمامي والفص الخلفي. الفص الأمامي فيها بيشكل حوالي 80% من الوزن الغدة النخامية. الفص الخلفي مع الفص الأمامي بيتصلوا ببعض بمنطقة تحت المهاد اللي هي بنسميها الوطاء أو الهايبوثالاموس عن طريق ساق، ويحتوي على أوعية دموية وبروزات عصبية بنسميها ألياف ومحاور عصبية. منطقة تحت المهاد بتتحكم في عمل الفص الأمامي من خلال تحرير هرمونات عبر الأوعية الدموية المتصلة بينهم، وكمان بتتحكم في الفص الخلفي من خلال الدفعات أو الإشارات العصبية. لازم تعرفوا إن الغدة النخامية لا تقوم بإطلاق جميع الهرمونات بشكل مستمر، بل تطلق معظمها على شكل دفعات كل ساعة أو 3 ساعات مع فترات متناوبة من النشاط وعدم النشاط. يعني تلاقي بعض الهرمونات عندك في الجسم بيتبع إيقاع الساعة البيولوجية، زي الهرمون الموجه لقشر الكظر اللي هو الـ ACTH، وهرمون النمو اللي هو الجروس هرمون، والبرولاكتين. الهرمونات دي يا جماعة بتبقى في ذروتها أو واصلة للماكسيمم قبل الاستيقاظ من النوم، وتهبط لأدنى مستوى قبل النوم مباشرة. من هنا تتحكم منطقة الوطاء أو اللي هي منطقة من المخ تقع أعلى الغدة النخامية مباشرة، من خلال كشف مستويات الهرمونات اللي بتنتجها الغدد التي تقع تحت سيطرة الغدة النخامية، وبالتالي تحدد مقدار التحفيز اللي بتحتاجه تلك الغدد المستهدفة. هذه الهرمونات يا جماعة بتنتج من منطقة الوطاء ولكنها تخزن وتطلق من الغدة النخامية. الفص الأمامي بتاع الغدة النخامية بيفرز هرمونات رئيسية هي الـ ACTH، الهرمون الموجه لقشر الكظر، وده بيعمل على الغدة الكظرية اللي هو الأدرينال جلاند، وكمان الـ FSH اللي هو فوليكل ستيميوليتنج هرمون أو الهرمون المنبه للجرب، وده بيعمل على المبيض عند النساء والخصية لدى الرجال. كمان الهرمون الملوتين اليوتينايزنج هرمون أو الـ LH، وده بيعمل على المبيض لدى النساء والخصية لدى الرجال. كمان عندنا هرمون النمو الكروس هرمون، وده بيعمل على العضلات والعظام. كمان عندنا الأوكسيتوسين، وده بيعمل على الرحم وغدد الثدي. طب بيعمل ازاي؟ بيعمل على انقباض الرحم أثناء ولادة الطفل، وبعد الولادة بينقبض علشان يمنع حدوث نزيف شديد. أيضا لدى المرضعات بينبه القنوات اللبنية في الثدي، وبالتالي يدفع الحليب لحلمة الثدي لنزول اللبن للطفل الرضيع. لازم تعرفوا ان هرمون الاوكسيتوسين موجود ايضا كمان في الرجال. برضو الفص الامامي من الغدة النخامية بيفرز له هرمون البرولاكتين، وهرمون الثيرويد ستيميوليتنج هرمون او التي اس اتش او الهرمون المحفز للغدة الدرقية، وكمان بيفرز لي الهرمون المنتج للخلايا الميلانينية بيتا. ولازم نركز في النقطة دي عشان دي المشكلة اللي بسببها حصل حاجات عند مريضة الداء النشواني. دي بيحفز هرمون اسمه البيتا ميلانوسايت ستيميوليتنج هرمون، ده بيشتغل على الجلد يا جماعة، وبالتالي بيعمل على زيادة التصبغات الميلانينية. كمان الفص الأمامي بيفرز الإنكفالين اللي بيشتغل على المخ، وبيفرز كمان الإندورفين اللي بيعمل على المخ والجهاز المناعي. طيب يا جماعة إيه هي هرمونات الفص الخلفي للغدة النخامية؟ هرمون الفازوبريزين، وده بنسميه الهرمون المضاد لإدرار البول، وده وظيفته بينظم كمية المية اللي بتخرجها الكلى عندك، وهام جدا للمحافظة على توازن الماء في الجسم. ايضا يفرز الفص الخلفي هرمون الاوكسيتوسين. من هنا يا جماعه لازم تعرفوا ان الغده النخاميه بتتحكم بوظيفه معظم الغدد الصماء، لذلك بنسميها الغده الرئيسيه او الماستر جلاند. طب عند تناول ما يحفز الغده النخاميه للاسف بيحصل عندك فرط انتاج هرمونات الغده النخاميه، فتلاقي لو حد اخذها قبل عمليه البلوغ تؤدي الى العملاقه. طب الناس اللي بتاخدها
وهي خلاص تمت البلوغ، بيحصل ضخامة النهايات اللي بنسميها الأكروميجالي، يعني ضخامة الإيدين والقدمين نتيجة فرط إفراز هرمون النمو. الناس ممكن تتصاب بداء كوشنج نتيجة فرط إفراز هرمون الـ ACTH، الهرمون الموجه لقشر الكظر. كمان بيزيد عندي يا جماعه سر اللبن، وده افراز اللبن من الثدي الرجال والنساء نتيجه زياده البرولاكتين، كمان ضعف الانتصاب نتيجه زياده هرمون البرولاكتين لدى الرجال، كمان بيسبب العقم خاصه لدى النساء برضو نتيجه زياده هرمون البرولاكتين. طيب دكتور، ايه هي اعراض نشاط الغده النخاميه؟ خساره الوزن، وده اللي بيعتمدوا عليه في البرنامج للتخسيس. لكن خد معاه ايه كمان؟ خد معاه اضطرابات في الحاله المزاجيه، عصبيه وتوتر، زياده التعرق خاصه في اليدين، رعشه وتنميل في الجسم، سرعه ضربات القلب، جحوظ العين، اضطراب العصب البصري نتيجه اضطرابات الغده الدرقيه. كمان بيزود نشاط الغده الكظريه، دي لوحدها بتعمل لي ارتفاع في ضغط الدم، ارتفاع في السكر، ارتفاع في ضغط العين. كمان عندك ضعف في المناعة، هشاشة العظام، آلام في العضلات، احتباس الماء والسوائل مع انتفاخ الجسم، ومتلازمة كوشنج. هرمونات الجسم يا جماعة تنظم بطريقة فسيولوجية عجيبة لا يمكن أن نتحكم فيها زي الجسم بالظبط كما خلقه الله. بتختلف مثلا مستويات هرمون الـ LH والـ FSH، دي هرمونات الجسم ممكن تختلف لدى الأنثى لضبط الوظائف التناسلية للنساء خلال الدورة الشهرية الواحدة. هذا النشاط اللي بنعمله في الغدة النخامية بعد التوقف عن البرنامج لا يستمر كثيرا، وينتهي الأمر بالغدة النخامية وتصبح خاملة، ويتعرض المريض لنقص في كل هذه الهرمونات. طيب يا جماعة، ايه علاقة هذا البرنامج بمرضى الداء النشواني؟ مريض الداء النشواني بيعانوا من تصبغات جلدية نتيجة ترسب بروتين الأمايلويد. البرنامج ده بيحفز الغدة النخامية علشان تحفز الهرمون المنتج للخلايا الميلانينية بيتا، كما ذكرت سابقا، اللي اسمه بيتا ميلانوسايت استيميوليتنج هرمون، وده بيعمل على الجلد وبيزود لي التصبغات الميلانينية، وده بيزود حالات مرضى الداء النشواني سوءا. وهذا ما حدث مع احدى حالات الداء النشواني التي نفذت هذا البرنامج خارج مصر، لان برضو خارج مصر في عيادات بتروج لهذا البرنامج. لازم الناس كلها يا جماعه تشوف حلقه حقنه منجارو اللي بتحتوي على ماده الترزيباتايد اللي بيحقنوها مع هذه الماده اللي انا اتكلمت عليها، اللي هي البيبتايد اللي انا اتكلمت عليه دلوقتي، عشان تعرفوا ايه الاثار الجانبيه بتاعتها، ايه موانع استعمالها، وايه هي تدخلاتها الدوائيه. الحلقه القادمه ان شاء الله هتكلم على بروتوكول الانكت لنفس العيادات اللي بتعمله ومكوناته وتحليل السو تشيك اللي بيعملوه للناس واللي بيتكلموا عليه. لكن في نهايه الحلقه دي انا بحذر كل الناس يا جماعه ان هي من الدعايه المضلله للمكملات والادويه. في نهايه الحلقه دي يا جماعه احب اقول للناس ان هي لازم تعرفوا الجمله دي وتتاكدوا منها جدا: When diet is wrong, medicine is of no use. When diet is correct, medicine is of no need. اتمنى ان كنتوا تحفظوا الجملتين دول معايا وتكرروهم دايما، واحذروا الدعاية المضللة للمكملات والأدوية. الأدوية للاستخدام الطارئ والمكملات ليست للاستخدام العشوائي. وإذا كنت تعتقد بوجود منتج سحري للناس في الوزن فأنت واهم، وهناك الكثير في انتظار شخص مثلك لتحقيق الأرباح من وراء أوهامه. رحلة التخسيس رحلة تتطلب الصبر والالتزام. رحلة التخسيس تتم بناء على تفاصيل الحالة الصحية، ومن ثم وضع برنامج غذائي للخروج من حالة السمنة بمؤثراتها السلبية على الجسم إلى حالة صحية سليمة إلى الأبد. أتمنى توعية صحية حقيقية سليمة لكل الناس، من خلالها أتمنى وجود شخص على الأقل في كل بيت لديه وعي صحي، حفاظا على صحة الناس وحمايتهم من الاستغلال. لا تنسوا متابعتي على صفحة صحة وتخسيس على فيسبوك، وعلى قناة تيك توك والكي واي باسم دكتور حنس حشمت، لمزيد من الفيديوهات القصيرة حول الصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. أتمنى الفيديو يعجبنا، ولو عجبنا ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا كل فترة فيديو جديد خاص بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. شكرا ليكم، كان معكم دكتور حنس حشمت، ألف سلامة.